والله احنا قاعدين بدنا نصايمين وبدنا يعني نتريح، ما لقينا فجأة الا غير انضرب الصاروخ علينا هنا يعني، واستشهدوا كل الاحباء واولادنا وبناتنا وكلهم اطفال يعني، واغلبهم كبار في السن. ايش اقول، ايش بدك، حسبنا الله ونعم الوكيل. مدارس الوكالة من وين آمنة؟ لا صار لنا مدارس وكالة آمنة، ولا عيادة آمنة، ولا دور آمنة، ولا شوارع. اتشردنا وتغربنا وتنيلنا وتشردنا، واحنا هذا احنا شو ذنبها نساء هذه؟ ايش ذنبنا؟ ايش ذنبنا احنا الاطفال؟ ايش ذنبنا؟ وين الامم؟ وين الناس؟ وين العالم؟ وين الدنيا؟ وين قهر النساء؟ قهر الاطفال؟ قال ايش هذا؟ ايش ذنبه؟ ايش سوى؟ ايش عمل؟ في اخواننا في العالم الحر اللي بيعرف المعنى الانسانيه وكرامه الانسان انه يتدخل يوقفوا هذا الاحتلال، يوقفوه على حده يعني. كل ونطالب الامه الاسلاميه والعربيه كذلك، العالم متفرج علينا يعني، ان اكثر من 9 شهور واحنا بنتذبح وبنتقتل، كل يوم يذبح فينا فوق 100 شهيد. طيب الى متى هذا الكلام؟